طيب ايه حكايه المعجنات دي وليه انا شايفاها مميزه؟ علشان انا حشياها بالحاجات المتبقيه عندي في البيت. يعني انت عندك شويه فراخ مسلوقه بقى لها فتره، او شويه فراخ مشويه، او اي فراخ عندك من يعني من اي اكله زادت عندك، هناخدها وندورها نعمل حشوه مستحيل حد يعرف انها حشوه من بواقي الاكل اللي عندك. طيب عندنا فطاير هنسميها فطاير تشيكن رولز، او لفائف الدجاج او الفراخ، الاسم اللي انت بتحبيه. هنقوم اخدين دلوقتي للعجينه 4 كوبايات من الدقيق، وحاطه لكم كمان المقادير بالجرام، عندك بالكوبايات وعندك بالجرامات. عندي 3 معالق كبار ونص من السكر بس مش مهرمين، يعني معالق ممسوحة تقريبا 45 جرام، وعندي معلقة كبيرة من الخميرة ونص معلقة صغيرة من الملح، وعندي 60 جرام من الزبدة الطرية، عندي بيضتين، وعندي كوباية حليب هضيفها بالتدريج، لذلك حتى ما حطيتش الوزن عشان دي هتضاف بالتدريج عندي. طيب دي مقادير العجين، بس قبل ما اشتغل بالعجين معاكم عايزين ندخل مع بعض على الفرن النسخة دي، عشان ان شاء الله ان شاء الله تستوي واحنا مع بعضينا على الهواء. وعايزة اوريكم تشوفوا شكل المعجنات ازاي منفوخة حلو جدا، اوكي، وخمرانة. طبعا احنا لما بنشكلها انا بس ايه شد عليها ستريتش عشان تخمر عندي، عشان العجين ده عندي مرحلتين للتخمير، مرحلة لتخمير العجين وهو كله مع بعضه اهو، حاضر، عندي مرحلة تخمير العجين وهو كله مع بعضه، ومرحلة تخمير العجين بعد ما شكلناه. انتوا هتلاقوا العجين دلوقتي منتفخ كده وشكله حلو، تمام. فانا دلوقتي هدهن الوش، طبعا بندهن الوش بدهنة ايه البيضة عندي اللي انا ضرباها، طبعا هي ممكن تكون دي لونها سنة غامق عشان ممكن يكون بس القهوة اللي فيها شوية سنة اكتر، بس عادي هتدي كمان لون حلو. انت ممكن ايه تعمليه، هتدوبي رشة قهوة سريعة الذوبان مع معلقة صغيرة من الحليب، تتأكدي القهوة عندك دابت، القهوة اللي بنشربها الصبح مش القهوة التركي دي، لا التانية اللي احنا عارفينها اللي في منها بيجي عارفينها، مش قادر اقول الاسم، تيجي برطمانات كده، اوكي. فدي القهوة هتاخدي رشة صغيرة اقل من ربع معلقة صغيرة، تدوبيها بمعلقة صغيرة من الحليب، وهتقومي بعدين ضربة البيضة وضيفاها على البيضة. هتعمل ايه؟ هتقضي على زفارة البيض بالكامل، وغير انها هتقضي على زفارة البيض هتدي للمعجنات لون جميل. فلما ادخل دلوقتي الفرن وتستوي المعجنات عندي هنحصل على معجنات لونها جميل جدا، وايه مفيش زفارة بيض خالص. طيب في ناس هتقولي طب انا ممكن احط فانيليا، ممكن للحلويات، بس للمعجنات والحوادق والحاجات المالحه ما تحطيش فانيليا. في ناس هتقول طب انا ممكن احط مثلا رشه فلفل اسود لو انا بعمل معجنات وحاجات حادقه، ممكن رشه فلفل اسود وممكن نقطه خل، بس بصراحه انا بستفيد من رشه القهوه دي كمان باللون، بيديني لون جميل جدا. طيب انا اخر حاجه هعملها دلوقتي اني هقوم رشه ايه بقى، سمسم، حبة بركة المتوفر عندي، وممكن كمان نديها شوية زعتر، اوكي. الزعتر بيطلع جميل عشان انا حاشية حشوة فيها ايه فراخ وحاجات كده، هنشوف تشكيلة لطيفة جدا في الحشوة دي. يلا نقوم اخدين شوية الزعتر ده، بفرك كده بايدي وابدأ انزل كده عليه، دايما ندي كده فركة ظريفة كده للزعتر، وهندخل الفرن. الفرن عندي هدخل المعجنات دي على فرن بحرارة كام؟ على فرن عندي بدرجة حرارة 170 أو 180 بتقعد تلت ساعة، لذلك أنا حبيت أدخلها دلوقتي من أول الحلقة بتاعتنا ومشغلاها من تحت، بس مش هحتاج إني أشغل الفرن عندي من فوق خالص. طبعا أنتوا شفتوا العجين وهو خمران، بس قبل التخمير مش بيكون شكله كده خالص، بيكونوا متباعدين عن بعض وبيتنفخوا لغاية ما يملوا كده الصينية ويبقوا لازقين ببعض زي ما انتوا شفتوا. طيب اول حاجه هعملها، انا مش هختبر الخميره بتاعتي، انا عندي خميره شغاله وكويسه وانا مطمنه ان نوعها كويس، فهشتغل مباشره. هقوم حاطه الخميره مباشره على الدقيق، ونقوم حاطين السكر اهو، وعندي زي ما قلنا شويه الملح، وهنقوم مقلبين المقادير دي مع بعض كده، المواد الجافه. طيب ايه اللي بنزل فيه الاول؟ هل هنزل بالزبده والبيض الاول؟ لا، دايما بقول الحاجات الدسمه والتقيله ننزل فيها بعدين، لازم انشط الخميره بشويه لبن، فهنزل بنص مقدار الحليب واخلي النص انزل فيه بعد ما انزل بالبيض والزبده.
نعجن، ننشط الخميرة بتاعتنا مع الدقيق، وهتخلص من الحاجات اللي مش عايزاها. خلي دايما ايه الدنيا حواليك كده ايه فاضية ونظيفة، عشان ايه تلاقي نفسك مش مخنوقة وانت بتشتغلي في المطبخ. انزل ببق حليب كمان اهو، وانزل دلوقتي بقى بالبيضتين. عندي بيضتين، بسم الله الرحمن الرحيم. ودي بقى العجن بتاعي، مش سامعة؟ لا قولوا لي مش سامعاكم. دول 2 بيضتين اوكي، وعندي 60 جرام مفروض من الزبده، وانا حاسه الزبده شويه قليله، فانا كان عندي شويه زبده زياده. كانت اين انت؟ طيب عموما حتى لو الزبده دلوقتي قليله، انت وزني 60 جرام، 60 جرام يعني ربع كوبايه اوكي. انا هنزل دلوقتي بالزبده بتاعتي اهو، وهقوم حاطه العجان مشغلاه تاني، هنقوم بقى نازلين بالحليب. تمام. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ فاضل عندي ان افضل انزل بالحليب عندي لغايه ما الاقي عندي اهو الزبده، شفتها؟ معلش انا كنت شايفاها كانت جنب ما هو لازم تكون ربع كوبايه، وانا حسيت انه ايه يعني هي ناقصها معلقه مش ربع قوي، حسيتها كانت اقل سنه. فكده ربع كوبايه من الزبده 60 جرام. هنعجن. انا عايز العجين دايما لحتى يطلع معاك نتيجه عجين حلوه، لازم يكون العجين بيلزق بايدك. ابعدوا عن العجين الناشف اللي ما فيهوش مطه، لازم العجين يكون بيلزق شويه بالايد. كل ما كانت العجينه بتلزق شويه فوائدها كتيره، هنعرف ايه هتكون فوائدها بس بعد ما انزل بق اللبن عشان اطفي العجاه، وعايزه اكلمكم كده من غيره. نعجن بقى، نرجع بدول كمان لورا. ولو لقيت العجين معايا محتاج شويه سوائل، ممكن انزل بشويه حليب او شويه ميه عادي. تمام دلوقتي. حاضر. انا بس عايزه اوريكم بس قوام العجينه السريع. هي خلاص مش سامعاكم. يلا لحظه، هي خلاص قربت، خلاص عجنه كمان، هنشوف قوام العجين وبعدين خلاص نتكلم على تفاصيلها اكتر. مش عايزه ازود ميه عشان انا حاسه ان ميتها حلوه، هي محتاجه بس تتعجن. وعادي جدا في ناس بتقول لي انا لازم عندي عجان، لا انت ممكن تعجنيها بايدك مفيش اي مشاكل. اهم حاجه خلي اللبن دافي، لما بنعجن بسوائل دافيه العجينه بتتلم معانا اسرع. خلاص كده انا شايفه انها خلاص، هوريها لكم وكده ايه نقدر لو عايزين نطلع فاصل. طيب بص السطلات، شايف معايا العجين ازاي بدا يتلم؟ انا مش سامعاك. حاضر يلا اهو. بصوا بقى، شوفوا العجينه دي، العجينه اللي فيها مطه دي هي دي الصح، حتى لما بتلاقيها في القعر شويه ملزقه انا عايزاها كده. تمام. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ انا هعجنها عجنه صغيره، هرجع لكم بعد الفاصل عشان اوريكم بالظبط قوامها هيكون عامل ازاي. ومن ناحيه الحشوه عندي شويه بصل هحطه على النار يتشوح. هناخد فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل فاستنونا. ورجعت لكم بعد الفاصل. معلش عملت بقى ايه خيانه يعني شويه كده، مش بس البصل شوحته، شوحت البصل بعد ما لقيته خلاص اصفر ودبل، رحت نازله عليه بايه؟ نازله عليه بفراخ، فراخ مسلوقه، فراخ مشويه، اي بواقي فراخ عندك خديها وفرميها او نسليها بايدك. وحطيتها تقريبا مقدار قد ايه، هننزل دلوقتي بالمقادير. حطيت تقريبا مثلا عندي لنفرض كوبايه ونص من البصل، كميه حلوه كبيره كده من البصل، دي مقادير الحشوه. عليها هنزل بكوبايتين ونص تقريبا من الفراخ اللي انا ايه قطعتها اما بالسكينه او بايدي. بعدين بعد ما ياخد كده تقليبه مع البصل، هنزل عليهم بالفلفل الرومي الاخضر، ونزلت على نص كوبايه، نص كوبايه فلفل رومي اخضر مفروم فرم ناعم. وعندي بعدين كوبايه او كوبايه وربع جزر مبشور، يعني جزرايه كده حلوه كده حجمها وسط كبيره شويه، بشرتها. حلو. بعدين انا عايزاكم بقى السلطه تنزل بمقادير الحشو عشان كمان التوابل. بعدين يلا، بعدين نزلت ايه بالمشروم، دي مجموعه الخضار يعني بصل وجزر وفلفل اخضر ومشروم. ونزلت دلوقتي بمجموعه التوابل اللي هتشوفوها دلوقتي على الشاشه اوكي. وعندي بقى كمان حاجه هتدي طعم وتدي انتعاش للفراخ اللي عندك، مثلا بقى لها يومين في الثلاجه، بقى لها مثلا اكتر، هتحطي شويه بشر ليمون، معلقه صغيره
بشره ليمون ناعم بأنعم فتحة أهو. تمام، فكده أنا حطيت مجموعة توابل وبشر الليمون عندي. طيب هعمل إيه بعدين؟ هقوم نازلة بنص كوباية شوربة أو مكعب مرق دوبته في المية دي، النص كوباية المية، وأنزل بيهم علشان إيه؟ ياخدوا كده مع بعض، فياخدوا من طعمة بعض، التوابل مع الخضرة مع الفراخ عندي. حلو؟ طيب في السريع بعدين هعمل إيه؟ بعد ما ألاقي إن الفراخ عندي شربت المية دي هقوم رش عليها، يلا نرش عليها معلقة الدقيق أهو، معلقة كبيرة حلوة كده من الدقيق. طيب هتقولوا بقى ليه الدقيق؟ عشان هنزل عليهم بكوباية حليب. كل المقادير أنا قلتها هي اللي طالعة معاكم على الشاشة، بس يمكن فاضل التوابل اللي ما قلتهاش. التوابل في عندي كركم، وعندي عندي فلفل أسود، وعندي شوية شطة، حطي رشة شطة بسيطة هتديكي كمان إيه؟ طعم جميل جدا. دلوقتي طبعا الدقيق هيربط مع الحليب، وهستنى عليه لغايه ما يشرب الحشوه دي تشرب تقريبا، لا مش هشيل حاجه، انا اصلا هسيبها على النار، هسيبها على النار لغايه ايه؟ لغايه ما ابدا اشرح لكم شويه حاجات عن العجينه اللي سبناها مع بعض. اخر حاجه هنزل بالبقدونس. اوكي خلاص حشوتي بقت جاهزه. لازم طبعا قبل ما استعملها في العجين لازم اسيبها تسقع، عدلي بس الطعم بشوية ملح لأنه ممكن تكون كده إيه محتاجة سنة ملح. طيب في السريع أوريكم بقى العجين قوامه اللي أنا وصلت له في العجن، وإزاي هنشكل الرولز دول. عندي كمان دول أعتقد استووا، خلينا نطلعهم، ولا أقول لكم هسيبهم بس 3 دقايق كمان أو دقيقتين، مش عارفة معانا وقت قد إيه. طيب في السريع العجينة بتاعتي أهي، أنا عارفة أيوه هتطلع خلاص العجينة. بصوا قد إيه حلوة، هي دي لازم بتكون بتلزق شوية، هي دي العجينة بتلزق حاجة بسيطة في ايدك، ما ينفعش تكون ناشفة. هي دي ياما شرحت عليها وقلت لازم العجين، بصوا ازاي كده بيمط معايا رائع جدا، مش بيلزق غير حاجة بسيطة في ايدي. هحطها في بولة واشد عليها ستريتش واسيبها تخمر قد ايه؟ هتخمر معايا ساعة او ساعة وربع، ساعة ونص، حسب حرارة الجو عندك. تمام. طيب تعالوا بقى نشكل مع بعض في السريع، يا دوبك رولين كده صغننين، يلا مع بعض. والحشوة عندي ايه؟ هبعدها عن النار خلاص، الصفرة دي هتتبعد وتتساب لغاية ما تسقع حتى اعرف ايه اشكل منها. اهي عندي العجين بعد ما خمر، هنقوم مشكلين زي ما قلنا ان شاء الله رول واحد بس، اوريكم بس الفكرة. حاضر. انا دايما عندي القصة دي، اطلع لكم بس اللي في الفرن عشان ما سيبهاش تتحرق وانا ايه معاكم شغالة في التشكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شكلها، عايزاكم بقى تشوفوها اهي. تمام كده، شوفوا المنظر. طب يلا في السريع ايه رايكم؟ دي بقى فريش لسه طالعه من الفرن. يلا دلوقتي، الله يخليك يا رب، الله يسلمك. طبعا دلوقتي انا هعمل ايه؟ بولة الدقيق اهي تحت، شفتها اهي. فورا ناخد بقى المقادير عندي دي بتعمل لي صينيتين اللي انتوا شايفينها، يلا اهو نشكل بس واحده. المقادير اللي عندي بتعمل صينيتين، العجينه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اللي نزلتها دي نص مقدار العجين، يعني بيعمل لي صينيه واحده. نص المقدار ده المفروض يتقطع لعشر كور، فانا قطعتها بالنص، دي تتقطع لخمسه ودي لخمسه، فانا هاخد بس واحده دلوقتي في السريع ومش هقطعهم. دي بتعمل لي 10 قطع زي ما انتم شايفين. عايزين نشتغل بواحده في السريع اشرح لكم بس ازاي هنشكلها. اهي عندي الكوره في السريع اهو. طبعا العجين عشان خمران واخد سوائل عمره ما بيكش، السؤال الابدي الدائم ليه يا جماعه باجي افرد عجينتي تكش مني؟ اهو خلصت، هي دي. هنحشي الحشوة عندي تكون طبعا ايه؟ هتكون طبعا ساقعة زي ما احنا عارفين اهي. خلاص اهي عندي الحشوة، وهحط لها شوية جبنة. طبعا ده اختياري، عايزة تعمليها بس بالفراخ انت حرة. هنقوم عاملين ايه؟ هنلف الطرفين دول على بعض ونقوم لفينها رول بس، فقط لا غير. بيكون الرول صغير كده زي ما انتوا شايفين بالبداية، فهترصي واحد وواحد جنبيه لغاية ما تكمليهم يبقوا عددهم 10. لا مش هتخش الفرن، هنشد عليها ستريتش ونسيبها تخمر لغايه ما شفتوها في اول حلقه منفوخه نص ساعه ثلاث ارباع ساعه تقريبا، ندهن الوش ونرش السمسم وندخل الفرن. اخر حاجه وسط طلعت، اخر حاجه
ممكن اطلع واحده من دول بس في السريع؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم اطلع لكم كده واحده في السريع معانا بس بسباتيولا، وكده بنكون خلصنا دلوقتي النهارده شغلنا مع بعض. بص بص المنظر، شايفين شكلها رهيب؟ شايفين العجين عامل ازاي؟ طبعا عامله زي القطن. عايزه انصحكم نصيحه، ممكن تغطوها بس بعد ما طلعت من الفرن باي فوطه مده دقيقتين عشان الوش يطرى خالص لو بتحبوها طريه خالص. كده خلصنا الوصفه دي، طبعا ما تقلقوش هتلاقوها على صفحتي بكل تفاصيلها مقادير وطريقه، ولسه مكملين مع بعض ما خلصناش، هنكمل مع بعض بس طالعين فاصل صغير راجعين بعد الفاصل، فاستنونا.